اهلا بيكم معانا مرة تانية، وحشتونا طبعا. اكيد احنا النهاردة معانا ضيفتنا، وبنتشرف طبعا بوجودها معانا، دكتورة ميسة هلال. اهلا بحضرتك يا فندم، خبيرة تنمية بشرية وارشاد اسري. اهلا بيك يا فندم. اهلا استاذة اهلا رشا. بحضرتك. دكتورة ميسة، النهاردة هتكلمنا عن موضوع مختلف تماما. طول الوقت احنا لما بنيجي نتناقش في قضية مهمة جدا تخص اكتر من حالة في البيوت المصرية كلها دلوقتي، تقريبا حالات الطلاق، دايما دايما تعودنا ان احنا نتناقش ازاي نتلافى ان يكون في طلاق اصلا، ازاي ان احنا نتكلم مع الزوج والزوجة ونبدأ نصلح ما بينهم، ان احنا ما نوصلش المرحلة دي. طيب، ربنا اراد وصلنا للمرحلة دي، يا ترى ايه هي العلاقة اللي ممكن تكون بين الرجل والمرأة بعد الطلاق؟ اهلا بيكم. احنا النهارده هنتكلم فعلا على واقعه الواقعه اللي هي خلاص بقى احنا اتطلقنا، بالظبط الطلاق حصل. أي. طب الاول نعرف يعني ايه طلاق. أي. الطلاق ده مش كارثي على فكره، الطلاق ببساطه هو حل، أي. حل المشاكل كتيره قوي بالفعل. بنوصل له يا غصب عننا يا بارادتنا، بس لازم نعرف ان الطلاق ما بيبقاش خطأ لفرد واحد بس في العلاقه، أي. لان الجواز عباره عن شركه، انا 50% والطرف التاني 50%. بالظبط. لو الطرف التاني يعني مرة حققنا خسارة في سنة، بنقول السنة جاية نحقق ربح، مرة حد تعب على نفسه شوية، لكن ساعات بيحصل إفلاس للشركة، خلاص أي. مش عايزين نكمل، أي. وبنقف عند مرحلة إحنا هنطلق. أي. إيه بقى اللي مفروض العلاقة الصحية اللي تحصل بعد كده أي. علشان ما نخسرش كل حاجة؟ بالظبط، خصوصا لو في أولاد، لو في أولاد الوضع بيختلف ما تماما هو كمان. للأسف بقى في أيوه. العلاقات ديت دايما السلاح اللي بنحارب بيه بعض للأسف بيبقى أولادنا. إن الأم بتشوف إن هي عندها حاجة تقدر نقول تلوي دراع جوزها بيها، إن هي بتستخدم عاطفة الأمومة وقرب الأطفال ليها، ودي طبيعة طبعا إن غالبية الأطفال بيبقوا دايما منجذبين للأم أيوة. أكتر، دي فطرة، فبتبدأ تكره الولاد في الأب وكلام من ده، تمنعه من رؤيتهم وما إلى ذلك. يجي الأب كمان بيمسك الأولاد كسلاح، أول سلاح بيمسكه إيه؟ السلاح المادي، يمنع إيه؟ يمنع المصروف علشان يقهرها ماديا ويبدأ يقلل الفلوس، فتبدأ المشاكل تبتدي. بالظبط. وندخل فين؟ ندخل في المحاكم. طيب يا ترى من وجهة نظر حضرتك إيه هي الأسباب الحقيقية للطلاق؟ أسباب الحقيقة إن أنا مش قادرة أكمل، إن أنا تعبت، اني أهي. صبري نفذ، ان انا استسلمت، اني فاكره ان الاثار الايجابيه بعد الطلاق اكبر بكتير من الاثار السلبيه. تيجي نتكلم على الاثار الايجابيه بعد الطلاق والاثار السلبيه أكيد أكيد قبل طبعا ما ناخد أكيد القرار. أكيد. الاثار الايجابيه لو هنتكلم عن اللي للست وللراجل، الحريه. اوكي، كل واحد يا ترى هيخسر الحرية لمين؟ الاثنين. هي انت دايما بصي بنقول للست، دايما تلاقي الست بعد الطلاق احلوت، ايه ده هو كان دي منكد حقيقة على عليكي، فكرة. هو كان منكد. لا، هي مش كانش منكد عليك، هي القصه كلها ان هي دخلت في مرحله اكتئاب ومرحله ان هي حاسه ان هي مرفوضه، فبالتالي بتبدا عايزه تحسس نفسها ان هي حلوه فبتبدا تتغير. بالظبط. طب ما اتغيرتيش يا ستي قبل الجواز ليه؟ ما انت زي القمر اهو، كنت تعملي التعديلات ديت على الروتين اليومي، يمكن كان الموضوع فرق. والراجل نفس الحكايه، شايف ان الست دي خانقاه وبتاخد فلوسه وحابسه حريته، فبيبدا برضو ايه يحس بالحريه. دي الاثار الايجابيه. ايوه نتكلم بقى على الاثار السلبيه. اتفضلي. طبعا اكيد طبعا. الاثار السلبيه بالنسبه للست، اولا بتحس بالاكتئاب، تحس انها مرفوضه، واحيانا لو زوجها اتجوز بعدها بتحس بالاستبدال، ودي احساس وحش قوي لاي ست، بالظبط. ان تم استبدالها وان ينفع استبدالها. أي. احنا اي واحده فينا ملكه في نفسها، انا مفيش أكيد حد أكيد زيي، أكيد. فطبعا لما الست بيتم استبدالها دي بتحس في تحس بالنقص. وتحس ان هي فشلت في حياتها، بالنقص. والحلم اللي احنا بندور عليه من واحنا بنات صغيرين، الفارس اللي على حصان البيت ابيض الجميل والفستان، والهدوء والاستقرار النفسي والأسري وحاجات كتير طبعا. مره واحده أكيد أكيد بيكسر أكيد. بيكسر. بالنسبه للراجل ساعات بيتناسى الالم في الاول، وبعد كده بيبدا يحس بالوحده، لان خلي بالك الراجل بالذات بيحس بالوحده اكتر من الست. يعني ليه؟ يعني حضرتك من وجهة نظرك مين بيتأثر أكتر بالطلاق، الراجل ولا الست؟ فروق فرديه، ما اقدرش اقول حد اكتر من حد. أي. الشخصيه الاعتماديه اكتر في الزواج هي اللي بتتأثر اكتر. بمعنى بمعنى لو الست
لغت شخصيتها وكانت معتمده على جوزها ده بنسبه 100% لدرجه هو بيجيب لها حتى الخضار. مجرد ما يتشال من حياتها كل بيتها ده بيتهد بس ودنيا اعتقد تتبوظ. اعتقد ان النهارده الست اللي عندها بيت واولاد اعتقد انها يعني بياخد وقتها كله، بتبقى محتاجه ان الراجل. طب احنا معانا مداخله، اتفضلي حضرتك. ام عبده من اسوان معانا، اتفضلي. هاي، السلام عليكم. عليكم عليكم السلام يا السلام، فندم، نورتينا منوره الدنيا. حبيبتي، ميرسي، اتفضلي. انا بغيت اتكلم عن الجواز والولاد والمدام، بس ما بتتكلمش على الاطفال. الاطفال؟ لا، احنا لسه مكملين مع الدكتوره، هنتناقش. لا، هنتكلم عن الاطفال يا ام عبده، هنتكلم، ده دول اهم حد اصلا في وهنقول ازاي الاسره. نقدر كمان نخليهم يمروا يعني يمروا بسلام من التجربه القاسيه اكيد دي ان اكيد، شاء لان الله. هم دول اكتر حد يعني احنا النهارده بنهتم بيه. المشكله ان الواحده بعد ما تتجوز تحس نفسها متدلعه بين العيل والبيت والعيال والاطفال، اي بس حتى بص على نفسها. بالظبط، ما هو ده اللي احنا لسه انا بتكلم مع الدكتوره فيه، ان في وجود البيت والاطفال النهارده يعني للاسف ما بيبقاش في عندها وقت ان هي تقدر تعتمد على نفسها بمعنى اصح، عشان كده الاعتماد الاول والاخير بيكون على الراجل. لا، لازم يبقى ليها مساحتها، لازم يبقى ليها شخصيتها، ما احنا بنشكر ينفعش. حضرتك يا فندم وهنجاوب على اسئله حضرتك. مهما كنت مشغوله، مهما كنت الدنيا واخداكي، لازم يبقى ليكي مساحتك. على فكره اللي ما تبقاش ليها مساحتها ما بيبقاش عندها طاقه او مساحه تستحمل الضغط، فممكن تتطلق بالسبب ده. ما هو احنا النهارده يعني لما بنيجي نتناقش في موضوع، اعتقد ان احنا بيهمنا الموضوع في حياه الاسره اللي هي الطبقه المتوسطه، اللي هي ما فيش عندها خروجات، يعني لا نادي ولا تقدر تروح مثلا بيوتي سنتر، ولا تقدر تروح، هي قاعده عشان تربي ولادها. والله لو نزلت اشتريت الخضار ودخل يعني وحاطه الموظفه اللي بتصحى مثلا من الفجر عشان تحضر حاجه ولادها، عشان تروح شغلها وترجع من الشغل، اعتقد ان الحياه صعبه قوي. اقول معانا لك استاذ محمد، استاذ محمد صحفي معانا، السلام اتفضل حضرتك. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم عليكم السلام السلام ورحمه الله. ورحمه اهلا الله وسهلا. وبركاته، اهلا يا فندم. منورين طبعا الشاشه، يا فندم نور وما شاء حضرتك. الله يعني على ادائكم العظيم، ربنا يبارك فيكم دايما يا يا رب. رب، اللهم امين. جعلتم صوره عظيمه للمشاهدين، والناس تستفاد منكم في اعمالكم الجميله وكلماتكم الجميله ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي. ولكن في موضوع بما يخص الاسره وبما يخص الطلاق. ايوه. هو طبعا الطلاق اصبح عاده اجتماعيه في مصر خصوصا، يعني ناس كتير بقت تحس او تشجع على موضوع الطلاق في حاله خلاف الاسره. يعني احنا عارفين ان عايزين يعني عايزين نصحح الصوره دي بالظبط، لان في ناس كتير بيعانوا من المشكله دي. في ايوه، ناس يعني قصد بيعانوا من حضرتك مشكله، ان مش اي خلاف هو اللي يوصل الزوج والزوجه لمرحله الطلاق. هو دلوقتي يا فندم المشكله ان الخلاف اغلبه دلوقتي بيؤدي للطلاق. يعني انا مررت بكذا موقف بالنسبه للطلاق، ان سيده او زوجه اخ ليا او زميل ليا بمجرد ما اختلفوا مع بعض طلبت بالفور الطلاق. ولكن المفروض ان احنا بنصحح الصور، ان مش كل خلاف يؤدي الى طلاق، مش كل يا حاجه فندم انا بتنادى مع فيها. احترامي لكلام حضرتك، ده مش هنقدر نعمله توعيه للمراه او للرجل لما بيكبروا. المفروض دي حاجات احنا بنتربى عليها في بيوتنا، المفروض احنا عندنا اول ما بنبدا نكبر بنشوف الام والاب، بنشوف اشوف والدتي ووالدي قد ايه هم مرتبطين وقد ايه في بينهم وبين بعض علاقه. ما ينفعش ان نقول كلمه طلاق اصلا، يعني احنا بنلغيها من القاموس بتاعنا عشان نقدر بعد كده ان احنا نربي اجيال كلمة الطلاق بالنسبة لهم دي مستحيلة. احنا زمان كان المجتمع عندنا بيقول كلمة طلاق دي عيب يا فندم، كان عيب ويقول ايوه لي عيب، حرام، وهي اصلا النهارده كانت كل البيوت مرفوضة، فيها مطلقات. واحنا بقينا اعلى نسب طلاق فعلا. لكن هي يعني القصة كلها يا فندم، احنا بنتكلم النهارده يعني احنا حضرتك اللي طبعا كلام حضرتك صح 100%، بس افرض ان الطلاق وقع، هي المشكلة احنا بنتكلم فيها النهارده. حلقتنا بنشكر حضرتك في ايه يا فندم ومكملين مع الدكتورة هتجاوب على حضرتك. حلقة النهارده او موضوع حلقة النهارده مهم في ايه؟ لان مشكلة الطلاق في مصر فعلا زادت. بالظبط. بس كل تفكير الزوج والزوجة دايما بيقف لغاية كلمة انت طالق او انا عايزة أيوة اسيبك بالظبط. أيوة. او انا هخلعك. ما عشان كده النهارده احنا بنتكلم في موضوع مختلف، ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ ماذا ايوه، بعد؟ لان ازاي ماذا بعد نحافظ دي على محدش بيتكلم ازاي فيها نحافظ كتير. على الاخلاقيات ما بيننا عشان نطلع ولادنا، حتى لو احنا منفصلين، وحتى لو ولادنا دول مضطرين يعيشوا مع الام او مع الاب، احنا نطلع جيل
جيل ما عندوش مشاكل نفسيه. هي دي بقى المشكله. اقول لك اول حاجه بقولها لاي راجل وست اتطلقوا او هيتطلقوا، اوعى تستخدم ابنك او بنتك كسلاح، او حتى ان انت لما ابنك يقعد معاكي ده باباك عمل وسوى كلام من ده. أيوة. والعكس صحيح، لان ببساطه جدا انت السبب في الاختيار ده. معانا المداخله، معلش واضح المداخلات النهارده كتير. اتفضل حضرتك استاذ سعد من المنصوره، اتفضل. اهلا يا فندم، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب وليه كلمه الطلاق يا ست الكل يتطلقوا؟ لا، ما مشاكلهم تبقى مع بعضهم في بيتهم. نتمنى ذلك والله يا فندم. ما لسه بنقول يا ريت ما حدش يتطلق. لازم يا جماعه توعيه من الصغر، لازم نربي اولادنا على ده. كلمه الطلاق، لا كلمه الطلاق دي صعبه يعني. طبعا لو طبعا نبض الحلال عند الله الطلاق. اكيد 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 ماشي. لو هو اللي بيحبها ما ينفعش يقول كلمه الطلاق صعبه عنده، ومهما كان هو عنده عيال، عيالهم هم اللي هيتشردوا، هم اللي هيترموا في الشارع، مش هم عيالهم مزاجهم حلو، واحد هيتجوز وهي هتتجوز وعيالهم يترموا في الشارع. ليه المشاكل ما تبقاش بدايتها الطلاق؟ لا، المشاكل نصفها مع بعضنا. يعني انا ومراتي عايشين في قريه حته اسمها بالاس، ماشي، يعني عايشين يعني مزاج حلو، ما ينفعش مشاكل، ما ينفع طلاق ولا ينفع كلام من ده. انا بنصح لاي رجل ولا اي واحده ما ينفعش كلمه الطلاق. طيب يعني حضرتك نفهم من حضرتك ان انت النهارده الولاد في البيت عندك، حضرتك النهارده هتربيهم وهتعلمهم وهتكبرهم ان ما ينفعش نقول كلمه طلاق. يعني انت النهارده بتطلع اولاد عندهم وعي، فاهمين يعني ايه كلمه طلاق دي، ويعني ايه الطلاق بيدمر اسره كامله. ما هي المشاكل يا فندم. بنشكر حضرتك، بنشكر حضرتك يا فندم. المشاكل موجوده في كل بيت يعني. أيوة. هو برضو أيوة. كل الناس بتتكلم، هما فاكرين ان احنا بنقول، احنا ما بنشجعش يا جماعه حد يتطلق، خلي بالكم عشان ما حدش أيوة يزعل. بالزبط. احنا بنقول ان بنتكلم على الناس اللي في مرحله ان هما فعلا الطلاق. انفصلوا. ايوه بالظبط. ازاي نحترم بعض؟ ازاي ايوه احنا عندنا نسبه عاليه جدا من الطلاق في مصر. بالزبط. الناس دي ربنا يكرمك في حياتك يا فندم، بس احنا بنتكلم على الناس اللي هي اتطلقت ومش عارفه تتصرف، بنحس ان الناس دي عامله زي كون حد غرقان في بحر. بالزبط. هي الكلمتين اللي احنا جايين نقولهم النهارده علشان يبقى حياتهم احسن فيما بعد الطلاق، وعلشان ولادهم. احنا معانا مدام ساره من القاهره مداخله، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. بقول لك يا دكتوره، انا بابايا جه يعني مثلا لما جه طلق مامتي خلاها تنند عن كل حاجه، ولا خدت منه ولا ابيض ولا اسود، ولا كان بيصرف علينا كمان. ما هو ده السلاح اللي احنا بنتكلم عليه، ان أيوة. دايما الراجل ممكن. شكرا يا فندم، الدكتوره هترد على حضرتك. بيشتغل على الناحيه انه يقهر الست بناحيه ماديه، والست بتقهر الراجل ان هم ولاده يكرهوا. خلي بالنا ان ده مش صح، لانه في الاخر بيطلع طفل مش سوي، بيطلع يعني بنات مش عايزه تتجوز. يعني ممكن حضرتك تكلمينا على اثر الطلاق النفسي على الاطفال؟ انا اعتقد ان دول اهم حد ممكن نتكلم عليه. نتكلم بقى على الاطفال يا جماعه. الاطفال والله لما بتعملوا معاهم كده انت بتدمر ابنك، لان هو في علم النفس وعلم الاجتماع بيقولك ان الطفل البيت او المنطقه الامنه بتاعته جدران حياته الاب والام، مره واحده بيحس ان الجدران دي بتتهد وبيتحول، هو بيبقى عنده حته مش فاهم هو في ايه. طب انا كنت بحب بابا النهارده، أيوة. ماما بتقول لي اكرهه، وكنت بحب ماما النهارده وشايف ماما صح، بابا بيقول لي اكرهها، طب أيوة. انا اعمل ايه؟ أيوة. والطفل اللي عنده خبرتك ولا عنده احتياجاتك، ومش هو اللي مسؤول عن اختيارك. انت لو اخترت اختيار سيء او اخترتي اختيار سيء مش ذنب ابني ابدا. ايوه طبعا اكيد. طب يعني حضرتك لو اعتبرنا ان الطلاق بدايه لمرحله جديده، حضرتك شايفة ايه شكل العلاقة الصحية اللي ممكن تطلع بينا، لان يكون عندنا اطفال ما عندهمش امراض نفسية، اطفال قادرين يفهموا ان دي كانت مشكلة ومش معناها ان دي النهاية بالنسبة لعلاقتنا بالام او بالاب، يعني ده بابا ودي ماما، وازاي نقدر نطلع بيها بشكل صحي؟ اول حاجة نجنب ولادنا خالص مشاكلنا، نبعدهم حتى لو هنتناقش في أي حاجة. يا جماعة ما تتناقشوش قصاد ولادكم، الطفل عبارة عن حاجة بيخزن، والتخزين ده العقل الباطن بيطلع بعد كده عليه في حياته. دي حتة. الحتة التانية المهمة جدا ان انتوا يا جماعة لازم تحافظوا على الاحترام، الأدبية اللي منكم وبين بعض. انتوا كان في يوم من الأيام كان بينكم حاجة اسمها ميثاق غليظ، وربنا قال بينكم مودة ورحمة، مش معقول كل ده هيتهد في لحظة. حاولوا دايما يبقى في قناة اتصال
آمنة ودايما تحترموا بعض قصاد ولادكم. أيوة بالظبط. حافظوا على الصورة، حتى لو يا ستي هتكدبي وتقولي ان الراجل ده ما كانش قاسي، ده راجل كان محترم، ده كان بيأكلنا أكل حلال، ده مراتك ست كانت فاضلة، دي كانت محافظة على اسمي. انت هتتعب لما تقول كده، الحياة انتهت بينكم خلاص. ممكن حضرتك نقول ان لو في أسوأ الفروض مش هنقدر نقول لحضرتك بتقولي عليه يبقى ما نتكلمش يعني، بس دايما نحاول نقول مزايا، اصل ما فيش حد ما قالوش مزايا. يعني حتى لو يا جماعه دايما نقول ان علاقه الطلاق يعني زي علاقه الجواز بالظبط، حاجه وانتهت، لكن اللي بيفضل منها فعلا مفروض الاحترام والصدق، ويبقى فيه دايما قناه. مش بقول لكم باصحاب، مش بقول لكم ان انتوا تحاولوا ترجعوا الود لو انتوا خلاص الود اتقطع، لكن على الاقل قصاد الاولاد يبقى في علاقه امنه يخلي الولد والبنت مرتاحين، مش حاسين ان هم مضطرين يمثلوا او يتظاهروا علشان يرضي الاب او يرضي الام. ايوه بالظبط بالظبط. يعني احنا النهارده بنوجه رساله لكل اسره ان الطلاق مش هو نهايه الحياه، الطلاق ممكن يكون بدايه لحياه جديده كلها مبنيه على الاحترام، على الاخلاقيات، على ان مصلحه ولادنا اهم مننا احنا نفسنا. ونتمنى ان الفكره دي النهارده توصل لكل بيت، توصل لكل زوجه، توصل لكل زوج، ان يا ريت يا ريت تكون مصلحه ولادنا اهم مننا. ولازم يبقى في تسامح. لازم نعرف كده يا جماعه ان انت لازم تغفر ولازم تنسى. غير مكانك. أيوة بالظبط. غير ذكرياتك. أيوة ابتدي حياه جديده مع حد بالزبط. جديد، سواء ست او راجل. حبوا ولادكم، حبوا نفسكم، هتلاقي ان بعد الطلاق ده ممكن تكون فرصه حلوه قوي للحياه. بالظبط يا فندم. احنا بجد يعني في نهايه اللقاء انا مبسوطه جدا ان احنا لاول مره بنتناقش في موضوع مهم اللي هو فيما بعد الطلاق، ونتمنى نكون طبعا اللي تابعنا النهارده استفاد من اللقاء ده. بنشكر حضرتك دكتوره ميسه هلال خبيره التنميه البشريه وارشاد اسري. انا ميرسي لحضرتك. شكرا لحضرتك يا فندم. اعزائي المشاهدين، نتمنى نكون ان احنا النهارده كنا ضيوف خفاف عليكم، نتمنى نكون ان احنا قدرنا نوصل ولو لحاجة بسيطة من اللي بتدور في دماغكم. واتمنى ان احنا كل مرة لو عندكم اي موضوع نقدر نتناقش فيه، موضوع يهمكم، موضوع جوه البيت تقدروا ان انتوا توصلوه لنا عشان احنا نتناقش فيه عبر الحلقات، احنا طبعا تحت امركم جميعا. ومع الف سلامة. اتفضل.